لكن لازم نشرح الاول ان احنا ناهله نفسيا. نشرح الجهاز اللي معانا على الشاشه ده ايه. اولا ده الجهاز اللي هو الامبادي، اللي هو جهاز تحليل مقارنات الجسم، اللي هو في الكشف طبعا لازم ان احنا نستعين بيه في الاول، لان هو ده اللي بيوجهني على الطريقه العلاجيه او الخطه العلاجيه اللي انا هبدا احطها للبيشنت بتاعي. أوكي. على هذا الاساس نشوف مشكلته فين، نبدا نحلله، الحرق بتاعه ضعيف، نبدا نطلب شويه تحاليل، نطلب منه غده درقيه، صوره دم كامله، نشوف توزيعه الدون عنده اخباره ايه. على هذا الاساس هنشوف بقى الجمال ده كله ايه اللي يعني على هذا الاساس اللي لازم تشوف الصوره قبل وبعد. طبعا بسم الله ما شاء الله، ده ما هو طبعا هي شخصناها صح طبعا، حط لها برنامج علاجي. يعني انت تقصد ان برضو هنموه الموضوع ان ما حدش يغش من حد، ياخد نظام الدايت بتاعه، ما حدش يفتي، ما حدش يبص على دواء على الفيسبوك ولا الانترنت. الكلام ده فيك خالص يعني، ده لازم اعرف انت فيكي ايه او انت فيك ايه صحيح. لازم اعرف المشكله فين عندك، لان انا مش مشكله اخس وخلاص، اهم حاجه يا فندم ان انا اخس دهون مش اخس ميه ولا عضلات عشان ما حصلش مضاعفات. طبعا برضو الاستاذ بسم الله ما شاء الله قبل وبعد، يعني طبعا صور كلها تدي تفاؤل يعني بسم الله ما شاء الله، لان الناس بيسمعوا الكلام على غيري على فكره، خصوصا ان انت بتاكلهم او بياكلوا مش بتحرمهم. عايز اقول لك بقى حاجه مهمه قوي، بيوصل معايا المرحله بقول له انت عندك اسبوعين فري، هو نفسه يقول لي طب انا مش هاجي زايد، اقول لا انا عايزك تاكل وتعالى قول لي الاخبار ايه. يجي امير يقول لي انا ما قدرتش اكل. ليه؟ يقول لي معدتي قفلت. الاكل ما اكل منه ان انا عايزه بس بكميات قليله. مش بيفتري بالاكل بمعنى. اقول له طب ايه؟ قال لي قفلتها خلاص، المعده قفلت. صح، الدواء قفل، جلسات النحت خلاص قضت على الدهون يا فندم. حتى الاكل اللي بياكله تحول لطاقه، لان خلي بالك الطاقه الداخليه مهمه جدا للجسم. فانا ببدا النهارده احول الاكل بتاعك، بدل ما كان زمان قبل ما يتابع معايا كان بيتحول لفاتس او دهون، النهارده بيتحول لطاقه داخليه. عشان كده هو بيقول لي الاكل ده راح فين؟